أهلا بكم مجددا في جولة جديدة عبر مواقع الإنترنت. نبدأ اليوم بموقع markhr.com، فهو موقع متخصص بالموارد البشرية والتوظيف والتدريب، كما يحتوي على أخبار قد تساعدك في الالتحاق بوظيفة جديدة. الموقع باللغة العربية، ننتقل منه على arabpet.com، وهو موقع خاص مليء بالنصائح لتربية الحيوانات الأليفة. ستجد فيه أيضا معلومات ومقابلات مع خبراء بالحيوانات وطرق الرعاية الصحية. كما يوجد بالموقع قسم خاص لبيع وشراء الحيوانات. وإذا لم تكن هوايتك هي تربية الحيوانات الأليفة ولكنها الطهي، فموقع وصفاتي.com هو الموقع الذي اخترته لك. الموقع خاص بوصفات وجبات عربية وعالمية، كما يحتوي على قسم خاص لطريقة إعداد تلك الوجبات لمساعدتك. وأخيراً، إذا كنت تبحث في الإنترنت عن مواقع عربية في مجال أو تخصص ما، اقترح عليك موقع arabiyunana.com، فهو دليل المواقع العربية، وستجد المواقع حسب التصنيف، سواء كنت تبحث عن مواقع رياضية أو اجتماعية أو كنت تبحث عن مواقع خاصة بعالم الكمبيوتر. سيساعدك الموقع على العثور على المواقع المناسبة. انتهت الجولة وجاء موعدكم مع مقطع الفيديو الذي اخترناه لكم من موقع يوتيوب. إلى اللقاء. للتواصل معنا شاركونا بآرائكم واستفساراتكم على إيميل البرنامج fortech@bbc.co.uk، ولمتابعة البرنامج twitter.com/bbc4tech أو facebook.com/bbc4tech.